السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، شفت البارح في الانستغرام داروا على اسمه رامي بن سبعيني، راكم تشوفوا اللي هنايا هذه في الانستغرام بوندسليغا وبوريسيا دورتموند الصفحات تاعهم الرسميه داروا على اللقطه تاع رامي بن سبعيني كيقتص الكره هذيك، يعني كاين ثناء كبير. وزادوا داروا تانيك في اليوتيوب كيما راكم تشوفوا اللي هنايا القناه، روحوا شوفوها. على كل حال تصريحات رامي بن سبعيني وتصريحات الزميل تاعو شوت البرغ هذاك، دوك نجيب لكم التصريحات تاعو ونترجموها. من بعد قلت والله غير راهم تانا كبير على رامي بن سبعيني، ندخل نشوف الصفحات واش راهم يتكلموا. دخلت شفت صفحات، جيت نقسم معكم هذا الفيديو هذايا باش نشوفوا واش راهم يهضروا على وليدنا رامي بن سبعيني. ما هو دار تصريحات تانيك في اليوتيوب بالانجليزيه، اللي يفهم الانجليزيه على كل حال راني جبت الترجمه. ما نساوش اليوم عندنا واسمه ريال مدريد ضد بوريسيا دورتموند، وليدنا ان شاء الله يكون اساسي، نورمالمون يكون اساسي لان كاين واحد الظاهر هذاك اللي في بلاصتو دوك نلحقوا ليها راهو مصاب، يعني نورمالمون رامي بن سبعيني راح يكون اساسي اليوم على 8 بتوقيت الجزائر. الرابط نحطه في واسمه في المنتدى كالعادة، نص ساعة قبل المباراة 45 دقيقة 40 دقيقة تلقاو الرابط في المنتدى في اليوتيوب. على كل حال نبداو أولا بوسمو مام رامي بن سبعيني دار تصريحات، دوك نجو لوسمو نيكو هذا شوت البرك واش هضر على رامي بن سبعيني وترجموها، بعد ندخلو في الصفحات واش قال المدرب على رامي بن سبعيني و والصفحات تاع دورتموند واش قالت على رامي بن سبعيني. ندخلو في هذا يا اسمع دقيقة برك. Das 1-0 war ein sehr, sehr schöner Kopfball von Rami. Warst du dir richtig überrascht, das Tor, oder macht er sowas auch im Training? Also Rami hat, glaube ich, mit das beste Kopfballspiel in der Bundesliga, vor allem in der Verteidigung. Steht unfassbar gut in der Luft und wenn man sieht, wie der Kopfball ist, mit der Pascal spielt mit der Innenseite, er köpft ins lange Eck, das ist qualitativ sehr, sehr hochwertig. Freut mich für Rami, hat nie eine leichte Zeit hier in Dortmund, hat für mich ein überragendes Spiel heute gemacht, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Deswegen freut es mich für Rami und ich hoffe, er knüpft seine Leistung an. Bon, نبداو نترجموها بالسؤال، خليكم تسمعوها لان يقولوا لي ما تقطعش، راني خليتها دوك نبدا نقطع. على كل حال اسمع. Das 1-0 war ein sehr, sehr schöner Kopfball von Rami. Warst du dir richtig überrascht, das Tor, oder macht er sowas auch im Training? صحفي يسألو يقول له كان كيما نقولوا هدف رائع جدا كيما نقولوا من راسيه رامي بن سبعيني، قالوا هل هذا فاجاك او يعمل ذلك كيما نقولوا في اسمه ام تريننج، يعني في التدريبات. Also Rami hat glaube ich mit das beste Kopfballspiel in der Bundesliga vor allem in der Verteidigung. قال له رامي يعني من احسن اللاعبين اللي يلعبوا بالراسيه في البوندسليغا، قال له يعني حتى دفاعيا ولا steht unfassbar gut in der Luft und wenn man sieht steht unfassbar in der Luft يعني طلع يعني unfassbar يعني حاجة خارقة في الهواء طلع يعني رامي بن سبعيني. Der Kopfball ist mit der Pascal spielte mit der Innenseite, er köpft ins lange Eck, das ist qualitativ sehr sehr hochwertig. قال له حكى له على العرضية اللي مدوها له رامي بن سبعيني كيما نقولوا انهى عمل انهاء برأسية رائعة، يعني قال له هذه هي كيما نقولوا زير هوك عاود سمعها كواليتاتيف زير زير هوك فاتيك كواليتيف زير زير هوك فاتيك، يعني كيما نقولوا الجودة في الإنهاء، يعني قال له كانت جودة في الإنهاء عالية جدا. فريت مش رامي هات نين لايختة زايت هي دورتموند هات يسعدني رامي بن سبعيني، يعني راني سعيد بالنسبه ليه. ورامي بن سبعيني ما كانش عنده كيما نقولوا في دورتموند ما كانش عنده اوقات يعني سهله، يعني كانت مر باوقات صعبه حبي يقول، ونفرح له كي مارك هذا الهدف. Für mich ein überragendes Spiel heute gemacht, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. دار كيما نقولوا اداء رائع اليوم، ليس هجوميا كذلك بل دفاعيا كذلك، يعني قام بالادوار للزوج. Deswegen freut es mich für Rami und ich hoffe, er knüpft seine Leistung an. أنا فرحان برامي بن سبعيني ونتمنى كيما نقولوا يكمل أو يزيد كيما نقولوا يعطينا الأداءات تاوعو هذيا. بون، نجو للصفحة هذيا كيما راكم تشوفوا لهنايا بي باز هذيا، واش تقول لك نترجموها؟ نوري شاهين يشيد برامي بن سبعيني كظهير أيسر ويؤكد أنه يستحق مكانا أساسيا في التشكيلة الأساسية. أشاد نوري شاهين باللاعب رامي بن سبعيني بعد أن سجل الظهير الأيسر هدفه الأول بألوان بوريسيا دورتموند مساء الجمعة،
افتتح رامي بن سبعين لسجله التهديفي مع بوريسيا دورتموند في مواجهة سانت باولي يوم الجمعة بتسديدة رأسية رائعة من مسافة 14 ياردة، وأثبت الهدف أهميته حيث حقق الفريق فوزا صعبا 2-1 على الفريق الصاعد حديثا. ويأمل الظهير الأيسر في استغلاله كنقطة انطلاق ليصبح لاعبا أساسيا في التشكيلة الأساسية لدورتموند. هنا رامي بن سبعيني يكمل في الأداء تاعو، يولي قطعة أساسية لأن قدم أداء. ودوك تشوفوا واش يقول يعني شاهين المدرب تاعهم، يقول لهم باللي أنا كنت من أحسن المعجبين برامي بن سبعيني لما كان مع واسمه بوريسيا ميشن جلاطباخ. نوري شاهين يشير بصانع الفارق رامي بن سبعيني، وبالإضافة إلى هدفه الرائع قدم بن سبعيني أيضا عددا من المساهمات الحيوية في الدفاع ضد سانت باولي، بما في ذلك التدخل الرائع في اللحظة الأخيرة بعد خطأ من إيمري تشان. وأشاد نوري شاهين باللاعب الجزائري الدولي بعد المباراة، وقال شاهين في تصريحات لصحيفة سود دويتش تسايتونغ: لقد قلت بالفعل في الصيف أنني أجده لاعبا مثيرا للغاية. هذا المدرب يقول: لقد كنت بالفعل من أشد المعجبين به عندما كان لا يزال يلعب في غلاطباخ. يعني يقول لهم من أشد المعجبين به، يعني دك المدرب من أشد المعجبين تاع رامي بن سبعيني لما كان يلعب في غلاطباخ. يعني هنا يا رامي هذا المدرب راهو من اشد، يعني هنا يا وش يكون انه يعني راح يعطي فرصه كبيره لرامي بن سبعيني، يقدر يكون قطعه اساسيه في دورتموند. وش عندك الاداء تاع رامي بن سبعيني يكون مليح، يعني المدرب راهو واجد اكيد، المدرب حتى ويحبك يكون الاداء تاعك ماشي مليح راح تشدك. يعني المدرب هذا من اشد المعجبين تاع رامي بن سبعيني لما كان يلعب في غلادباخ. يعني فرصه كبيره لرامي بن سبعيني باش يكون قطعه اساسيه لو يكمل في الاداء هذا. يعني قال لك: لا يزال يلعب في غلادباخ، امل ان تكون هذه خطوه في الاتجاه الصحيح بالنسبه له. الان يتعلق الامر بالحصول على الاتساق في لاعبه، يعني كما قولوا الاتساق في اللاعب تاعه، يعني مع يكمل يعني في المردود تاعه ويتسق مع الزملاء تاعه وكذا. قال لك: بعد موسم اول صعب خاضه مع بوريسيا دورتموند، بدا الدولي الجزائري في اظهار الجوده التي دفعت النادي الى التعاقد معه العام الماضي. يعني قال لك بدورتموند حبوا يجيبوا على جال الجوده هذه الكيمه اللي دارها في الماتش الاخراني ضد سان باولي، قال لك على هذيك اللي جابوه. يعني بدات تبان راكوش. وفي ظل غياب يان كوتو بسبب الاصابه، اسمع مليح، من المتوقع أن يحتفظ رامي بن سبعيني بمكانه في التشكيلة الأساسية، ومن المؤكد أن المزيد من العروض الجيدة في الأسابيع المقبلة من شأنها أن تقطع شوطا طويلا في إقناع شاهين بأنه ينبغي أن يكون الخيار الأول في مركز ظهير الأيسر للفريق. يعني هنايا صافا، يعني راه يقول لك كاين مصاب، هو راه يعني رامي بن سبعيني هو اللي إن شاء الله يكون أساسي اليوم. قال لك: وستكون المباراة المقبلة بوريسيا دورتموند أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وقد يخوض بن سبعيني اختبارا مثيرا ضد هجوم المرصع بالنجوم بما في ذلك كيليان بابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام. يعني إن شاء الله يقدم مباراة رائعة. نجو هذه الصفحة هذه واش تقول لك؟ تقول لك: استطلاع رأي رجل المباراة، بوريسيا دورتموند يستحق الفوز بنتيجة 2-1 على سانت باولي. واش هنايا يدير لك يعني اربعه من اللاعبين اللي كانوا الاحسن في المباراه. قال لك: رامي بن سبعيني لم يكن بن سبعيني في افضل حالاته منذ انضمامه الى دورتموند، لكنه قدم مباراه رائعه الليله، فالى جانب هدفه الرائع قام بصد العديد من الفرص في الشوط الاول للحفاظ على التعادل. كان هذا هو بن سبعيني الذي كنا نأمل أن نراه عندما اشتراه دورتموند في الصيف الماضي. راهم يأكدوا باللي شراوه على جال المستوى تاعو هذا يلي كيما قدموه في المباراة الأخيرة. بون الآخرين ما نقراهمش. نجو الصفحة هذه بيفو بي بوز، هذه تحكي لك على التصريحات تاع رامي بن سبعيني. يقول لك: رامي بن سبعيني سعيد بعد تسجيله الهدف الأول لبوريسيا دورتموند. أعرب رامي بن سبعيني عن سعادته بتسجيله هدفه الأول مع بوريسيا دورتموند بعد أن وجد طريقه إلى الشباك أمام سانت باولي الجمعة. أعرب رامي بن سبعيني عن سعادته بتسجيل هدفه الأول مع بوريسيا دورتموند بعد أن وجد طريقه إلى الشباك أمام سانت عودوا هدية
حقق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا على سانت باولي بهدفين مقابل هدف واحد مساء الجمعة بفضل هدفين سجلهما رامي بن سبعيني وسيرو جيراسي ليحصد الفريق النقاط الثلاثة. وكان الفوز صعبا على فريق سانت باولي الذي دافع بقوة وحافظ على تماسكه، لكن الأهداف المتأخرة في الشوط ضمنت للفريق دورتموند الحفاظ على سجله المثالي على أرضه هذا الموسم. رامي بن سبعيني، هذه التصريحات تاع رامي بن سبعيني تسمى بلا ما نجيبها ونترجمها، راهي نترجمها مباشرة. رامي بن سبعيني ينهي الانتظار بتسجيله الهدف الأول لبوريسيا دورتموند، وكان هدف بن سبعيني يوم الجمعة مميزاً حقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي يسجل فيها هدفا مع بوريسيا دورتموند. واستغل الظهير الأيسر الذي انضم إلى بوريسيا دورتموند في صفقة انتقال حر من بوريسيا ميونشن غلاطباخ العام الماضي تمريرة عرضية من باسكال جروس ليسجل برأسه قوية من مسافة 14 ياردة. وبعد المباراة تحدث بن سبعيني عن هدفه وقال إنه كان ينتظره لفترة طويلة، وقال: نعلم جيدا أن باسكال لديه تمريرات عرضية جيدة للغاية، كنت في منطقة الجزاء وانتظرت الكرة، حصلت عليها برأسي وسجلت هدفي الأول، كنت أنتظر هذا الهدف حقا، أنا سعيد بتسجيله. يعني قال لك كنت حايب الماركي من اللي جيت وراي، صدقت لي راني ماركيت وراني ميت بالسعادة، والجزائر قامت بالسعادة ودورتموند تاني كملتوا بالسعادة. قال: خاض رامي بن سبعيني موسما اولا صعبا مع بوريسيا دورتموند، لكنه حقق بدايه قويه في موسمه الثاني يعني هذا العام. قدم الدولي الجزائري الذي سجل ايضا هدفا للمنتخب بلاده هذا الاسبوع اداء رائع اخر يوم الجمعه، اخر يوم الجمعه. وبالاضافه الى هدفه، نجح بن سبعيني في منع سان باولي من تسجيل هدف في اللحظات الاخيره، ويأمل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما الآن في الاستفادة من هذا الأداء ومواصلة سلسلة أدائه القوي في الأسابيع المقبلة. الله يبارك على وليدنا. والله غير حبيت نقسم معكم هذا الكلام، حبيت نقسم معكم الكلام تاع المدرب واش قال عليه، وتانيك الزميل تاعو واش قال عليه، والصحافة واش قالت عليه. نتمنوا له كل خير إن شاء الله، وإن شاء الله يفرحنا اليوم. ورانا اليوم دورتموند مكان لا ريال، لا 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 هم يحزنون. سلام.